اعتقد كان في مباراه وديه مع فريق بتروجيت، لعب فيها اوفاي اللاعب الانجليزي اللي هو الحديث الشارع زي ما تلاقوه دلوقتي. بص يا دكتور، اوفاي لعب جزء من المباراه، هو بدنيا لسه مش كامل، هو عنده لمسه، عنده يعني لمسته كويسه للكوره، لعيب عنده فكره يعني، ولكن بدنيا اللعيب مش جاهز. فعشان كده الناس شويه بيقولوا ان هو لعيب بعيد، هو بعيد عن الملعب فعلا بقاله فتره، وميز هيدي للاعب تاني في مباراتين وديتين اللي جايين قبل ما يتم التعاقد مع الزمالك. يحسم الامر امر اوفاي بالتعاقد معاه قبل نهايه الشهر ده، او تحديدا قبل مباراه السوبر. وغالبا جوميز شايف ان اللعيب ده هيفيد الزمالك الفتره اللي جايه، ولكن اللي هيحسم التعاقد معاه يا دكتور هو المقابل المادي، لان الزمالك شايف ان هو ممكن يتعامل معاه بعقد مختلف شويه، هو بالقطعه او زي ما بيقولوا على حسب ما هو يقدم. ده اول موسم يعني، بس، مش عائد لمده موسم، لا بحسب المباراه اللي شارك فيها مثلا، حسب يعملوا عقد كده مثلا، نعمل عقد في سنتين، السنه الثانيه نبتدي بقى نتحاسب كلاعب كبير. تمام، فاهمني؟ لكن السنه الاولى هم متخوفين فعاوزين يتعاملوا معاك كده، وبعدين انت في نادي كبير هيرجعك للاضواء، انت مش خسران حاجه، انت بقالك سنتين ايه بعيد ومش عارف ترتاح للنادي، ده اللي الزمالك عاوز يعمله. تمام، عبد الشافي هيتم التجديد له لمده عبد موسم؟ الشافي تم التجديد ليه خلاص على تمام، بياض لمده موسم، هيتأيد من يناير لان هو بره القايمه، وعبد الشافي قيمه وقامه كبيره يعني اكيد خالص. انا قلت ده لاعب نموذج للاعب اللي يحتذى به، محدش يقدر ابدا والزمالك يزيد على عبد الشافي يعني. تمام، هو الزمالك عاوز يكرمه. تمام، صفقه بوبونزا ايه الاخبار فيه؟ دكتور بص، وبنزا في كلام كتير قوي، هو النهارده نادي بوخارست قال ان احنا خلاص، ما قالش واخد ايه، تبقى مؤقته ولا ولا دائمه. الناس هنا ترجمتها ان هي دائمه ليه؟ لحديث المدرب بتاعها، قال ان احنا انتصرنا، ولكن ما علمته من الزمالك ان البطاقه اللي طلعت هي بطاقه مؤقته، لان اتحاد الكوره ما بعتش البطاقه الاصليه دي. يعني اتحاد الكوره حتى الان لم يرسل البطاقه الاصليه للاعب، ما زالت متواجده. فالنزاع او الشق القانوني ما بين اللاعب وما بين النادي الزمالك، يعني الزمالك شاكي اللاعب والنادي بتاعه. تمام، ومستمرين في القضيه، الزمالك طلب بتعويض 2.5 مليون دولار، والزمالك على كلامه هو واثق جدا 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 في صحه اجراءاته. طيب تمام، عاوز كمان فتوح والونش هيكونوا موجودين في السوبر المصري فتوح ولا لا؟ صعب صعب لانه عنده جلسه في القضيه الشهيره يوم 22، يبقى فصعب يكون لا خلاص بره. دي خلاص الونش موجود. نفس، بص يا دكتور هديك انفراد، نفس قائمه الزمالك بتاعت السوبر افريقيا هي القائمه اللي هتسافر بيها ماتش السوبر افريقيا، نفس القائمه 25 لعيب هم نفس القائمه، نفس القائمه، لكن الونش اصبح خلاص جاهز للاشتراك مظبوط؟ جاهز، الونش جاهز خلاص، بس المدرب مش هيجازف فيه بالمباراه لان هو بيدخله في التدريبات الجماعيه واحده واحده. يعني هو شارك في جزء من التدريبات اول امبارح وامبارح، بس لسه ما شاركش في التدريبات الجماعيه كامله.